تتواصل فعاليات مهرجان الطبول والفنون التراثية في دورته التاسعة بمشاركة العديد من الفرق المصرية والدولية. ويستمر مهرجان الطبول المقام تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام حتى 28 من الشهر الجاري. في رحاب شارع المعز احتضنت القاهرة يوما آخر من فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، مهرجان يأتي بمشاركة جماهيرية كبيرة وبمصاحبة عدد من الفرق المصرية والعربية والإفريقية والدولية، ومنها فرقة من دولة السودان أبدعت وقدمت التراث السوداني الأصيل. مشاركتنا المرة دي مختلفة لأنه احنا دي المشاركة السادسة في مهرجان الطبول لهذه الفرقة جمعية ضمن لثقافة التراث النوبي، بس المرة دي عندنا احنا فرقة موجودة في مصر كان من 3 أشخاص كملنا عليهم من السودان، بنستفيد جدا من هذا المهرجان العظيم تحت قيادة هذا الهرم الفنان الجميل دكتور انتصار، مبسوطين أن نكون في الدنيا، مبسوطين أنه نتلاقى شعوب كثيرة جدا تحت لغة واحدة هي الموسيقى والطبول. المهرجان والله يا أخي ما شاء الله عليه، يعني نحن بنستفيد منهم حاجات كثيرة، بتلم لنا الثقافات الاخرى، بنتعرف على الناس يعني بننمي شغلنا ذات، بنضيف علينا حاجات كثيره. الجمهور تفاعل مع العروض المقدمه بشكل كبير، حيث قدمت عده فرق مصريه مستقله عروضها بشارع المعز. مهرجان حلو قوي ان هو بيجمع كل ثقافات من حوالين العالم، بيعرفنا ان انا في ثقافات ثانيه، في شكل ثاني للطبول، في شكل ثاني للايقاعات، فبيخليني ان انا ازود ثقافتي وللجمهور كمان يزود ثقافته، ان هو مش معقول عارف الايقاع المصري بس او الايقاع العربي بس، لا يسمع كمان ايقاعات واشكال رقصات من بلاد ثانيه كتير، فده بيفيدنا ويفيد كمان الجمهور. احنا النهارده بنحتفل بالدوره التاسعة للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، ومعنى الدورة التاسعة يعني الحمد لله نجاح مستمر على مدى 9 سنين. احنا بنستضيف فرق من افريقيا، من اوروبا، من اسيا، من مصر، وبيحصل تمازج وحوار ما بين ايقاعات الطبول. دكتور انتصار عبد الفتاح بيقدر يعمل مزج ما بين كل ده، والجمهور بيستمع لحالة من البهجة والسرور اللي بتسعده وبتخلي الإيقاع إزاي يوصل للقلب. ويستمر مهرجان الطبول المقام تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام حتى يوم 28 من الشهر الجاري، وتتم إقامة العروض في عدد من الأماكن التاريخية للجمهور بالمجان. المهرجان السنة دي فيه ميزة حلوة إن هو بيتعمل في كذا مكان جوه مصر، موجود في ساحة السور الشمالي مسرح المعز، موجود في القلعة، موجود في قصر أمير طاز، موجود في قبة الغوري، موجود في ساحة الهناجر، فتقدر عن طريق كذا مكان ان انت تتابع كل يوم عروض مختلفه بشكل مختلف. قلت لازم اجي النهارده واتفرج عليه، وكمان يوم الخميس ان شاء الله برضه هتفرج عليه في الاوبرا، فالدنيا حلوه ولذيذه يعني وكده، وكمان جايبين مجموعه من زمايلي برضه معانا، فالدنيا حلوه بصراحه، انا شايفه ان الدنيا حلوه، اي نعم الدنيا زحمه بس الجو جميل. الدوره التاسعه للمهرجان تعكس تنوعا في الطرح الفني، وتوضح ان الثقافه قادره على مواجهه التحديات بكل ما فيها من تعبيرات، حيث يرتبط المهرجان بفكره الحوار ومشاركه الاخر واكتشاف التنوع الثقافي بين الشعوب والحضارات. احمد الحسيني، التلفزيون المصري.